تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج منبر المواطن. أعزائي المشاهدين، بناء الإنسان والاستثمار فيه تنشئة وتعليما وتكوينا هو الانطلاقة الفعلية لبناء الأمة، ولا يتأتى كل ذلك إلا بوجود إرادة صلبة جادة تواجه بحزم وحسم مظاهر الخلل والفوضوية اللامحدودة التي تحول دون الانطلاقة على السكة الصحيحة. اليوم ونحن نستعد لسنة دراسية جديدة، حري بنا أن نقف وقد أصبح التعليم هاجسا يقض مضاجع المسؤولين، فاستنفروا الجهد وعكفوا على تحديد طبيعة الخلل ليسددوا وليقاربوا وسط أجواء من التفاؤل في قادم الأيام. فماذا أعزائي المشاهدين عن أهم القرارات الجديدة؟ وهل تم تحديد طبيعة المشاكل وإن بشكل سريع؟ ما هي الحلول المتوقعة في الأمد المنظور؟ ثم ماذا عن وضعية المدارس؟ وهل التزم المدرسون بالحضور في الوقت المحدد؟ هل من مراجعات للمناهج؟ وهل من مقاربات جديدة تعيد للتعليم نصاعته وصناعته للإنسان الناجح في الحياة القادر على الإنجاز حاضرا ومستقبلا؟ أسئلة عديدة أطرحها في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة على ضيوف هذه الحلقة، وهم السادة محمد والسيدي والصلاي وهو مدير التعليم الأساسي. مرحبا بكم سيد المدير، كما أرحب كذلك بالسيد مرابط المحمد وهو المدير الجهوي لولاية نواكشوط الشمالية. مرحبا بكم. أرحب كذلك بالسيدة صفية بنت بومبا وهي مديرة شخصنة المسارات. مرحبا بك. كما أرحب كذلك بالسيد محمد السالك للطالب وهو المدير الجهوي لولاية نواكشوط الجنوبية. كان من المفروض أن تحضر معنا مديرة نواكشوط الغربية، ولكن لأسباب قاهرة تخلفت عن هذه الحلقة. إذن أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذه الحلقة. أبدأ بهذا التقرير ثم نبدأ بعون الله. انطلق العام الدراسي لسنة 2019-2020، ويحمل العام الدراسي الجديد عدة تحديات تواجه القائمين على المجال التربوي، حيث تأخذ جاهزية المدارس خاصة في المدن والقرى الداخلية بعض الوقت كي تصبح جاهزة لأداء العمل المدرسي بفعل أمطار موسم الخريف. كما يعمل هاجس الغياب المتعود عليه من المعلمين والتلاميذ معا لبداية افتتاح العام الدراسي عمله في تكريس هذا التحدي، إلا أن الجهات الوصية على التعليم الأساسي أخذت احتياطاتها لمواجهة هذه التحديات، مما جعل العام الدراسي الجديد يحمل أيضا تفاؤلات كبيرة للمهتمين بالعملية التربوية. فما هو مدى نجاعة الإصلاحات التربوية لهذا العام، وكيف ستتجسد على أرض الواقع؟ بكم أرحب من جديد سيد المدير. طبعا أوشكت السنة على أن تبدأ، ما الجديد فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر التلفزيون الموريتاني على الفرصة التي أتاحتها من أجل الحديث عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان حصول افتتاح مدرسي ناجح يعيد الأمل ويعطي إشارة قوية إلى ما تعتزم السلطات العمومية القيام به من أجل وضع المدرسة على السكة الصحيحة. اتخذت وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب جملة من الإجراءات منذ فترة من أجل ضمان أن يكون كل شيء جاهزا عند الافتتاح. من بين هذه الإجراءات هو الإعاز إلى السلطات التربوية الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أن تكون المؤسسات جاهزة لاستقبال التلاميذ، ومن أجل أن يبدأ استقبال التلاميذ وتسجيلهم قبل الافتتاح، ومن أجل كذلك ضمان حضور هيئات التدريس والتأطير. وطبعا سوف يتعرض السادة المديرون الجهويون بالتفصيل للإجراءات التي تم القيام بها على المستوى الميداني. هناك كذلك على المستوى المركزي الانتهاء من إرسال المعدات التربوية الضرورية مثل الطباشير والطلاء وما إلى ذلك، وكذلك تم حص وضع خارطة طريق
تحدد الأولويات بالنسبة للقطاع والإجراءات التي ينبغي اتباعها. ومن أهم الإجراءات المتبعة حتى الآن هو الانفتاح على شركاء المدرسة خصوصا من رابطات الآباء ونقابات عمال القطاع، وفتح الباب للتشاور الواسع مع هؤلاء من أجل اندماج الجميع في عملية النهوض بالمدرسة، ومن أجل ضمان أن يقوم كل طرف بواجبه في هذا المجال. طيب، السؤال الأهم، نرى كان للمواد اللازمة لانطلاق السنة الدراسية كانها في توصلة الأماكن على عموم التراب الوطني، هل لحقت؟ هذه المواد هي الآن موجودة على مستوى الإدارات الجهوية والمؤسسات المعنية. وصلت بشكل فعلي. طيب، لين نرجع تفصيلا، نرجع لكم إن شاء الله تعالى. الآن انتقل السيدة صفية. طبعا شخصنة المسارات، يقدر المشاهدين يسمعوا لي غير ما يعرفوا شخصنة المسارات شنو هي، شنو هو معنى هذه شخصنة المسارات لي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر التلفزيون الوطني على إتاحة هذه الفرصة. إدارة شخصنة المسارات المدرسية والتوجيه هي إدارة مستحدثة تم إنشاؤها فبراير سنة 2019، وذلك لجمع مجموعة من المهام المتفرقة. في مسارات التعليم تتعلق بمسار دراسي معين، أي مسار تعليم المعوقين ومسار تعليم الموهوبين ومسار تعليم المميزين ومسار تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن هي مسارات متعددة تم جمعها لتحتضنها هذه الإدارة وتنسق العمل وتنفذ سياسات الوزارة المتعلقة بها. فالإدارة تحوي مثلا مجموعة من المصالح، مصلحة تتعلق بتسيير مدارس الامتياز، وهي المدارس التي تم إنشاؤها منذ بعض الوقت من سنة دراسية 2009-2010. كذلك تهتم بدراسة تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، نعرف أنهم تحتضن تدريسهم وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في فترة المرحلة الابتدائية، أما في مرحلة الإعدادية تتولى وزارة التهذيب الوطني قديما ووزارة التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني حديثا تتولى رعايتهم وتدريسهم. طيب، عمليا في ضوء السنة الدراسية عادة هي تبدأ، شعدلتوا في المسارات اللي من درجة خرق على مستوى المعوقين وعلى مستوى المدارس الطلاب المتفوقين وعلى مستوى الناس اللي تعود ما عندها حظ حتى في التعليم؟ تم إجراء امتحانات امتياز في فترة الراحة تقريبا، وتم فرز النتائج وتم توجيه التلاميذ الناجحين إلى مؤسسات الامتياز حسب عواصم الولايات الموجودة فيهم، والذين نجحوا من ولايات لا توجد فيها مدارس امتياز وتم توجيههم إلى ولايات أخرى. كذلك تم تسجيل السنوات الأوائل للمدارس الابتدائية لمدارس الامتياز الابتدائية، وانتهى التسجيل، بدأ التسجيل 30 لأن يكون الضغط شديد، فكان التسجيل في يوم واحد وبمعايير محددة تم تنفيذها حرفيا من طرف المديرين الجهويين تحت إشراف المعاونين. طبعا بالنسبة للأقسام المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، هاي السنة ليست لدينا دفعة جديدة منهم، لأنهم وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تقوم بتأهيلهم سنة ثم تقوم بعد ذلك بإجراء الامتحان في السنة الموالية. السنة الماضية كان عندنا ناجحون، هذه السنة ليست عندنا، لكننا نحتضن الآن السنة الثانية والسنة الثالثة من هؤلاء على ما أعتقد. والسنة ما سجلهم حد؟ هاي السنة الولوج للسنة الأولى إعدادية، أي لمؤسسات التعليم الثانوي من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتوجيه، تم فرز التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل الذي يخول إعادة بكالوريا وإعادة شهادة ختم الدروس الإعدادية، تم فرز هؤلاء الذين تم حرمانهم بمرسوم معين من إعادة نظرا لتنظيم ضرورة تنظيم المسار الداخلي للحفاظ على الفاعلية الداخلية ونجاح النظام التربوي. أصبح هنالك من الذين أصبح سنهم تزيد على 22 سنة لا يتكفل بالنظام، قمنا بتوجيههم ووضعهم تحت تصرف إدارة التكوين المهني. إدارة التكوين المهني تعاملت مع هؤلاء حسب الطاقة الاستيعابية لمراكزها، فهم الآن بالنسبة لمثلا الحوض الشرقي، البراكنة، تقانت، قديماغا، هم مفتوح أمامهم ولوج مؤسسات التكوين المهني. أما فيما يخص ولاية نواكشوط وولاية داخلة نواذيبو، فنظرا للضغط الحاد ليحصل على هذه المؤسسات
من الناجحين المتفوقين، فلم نجد ما يستوعب هؤلاء. وتنوين يعني نشوفوا البقيه اللي ما قد تسجل، نحن نعرف مصيرها لا يعقب عود، شنو نرجع لكم ان شاء الله تعالى. اوكي. سيد محمد سالك، المدير الجوي لولايه نواكشوط الجنوبيه، على مستوى ولايه نواكشوط الجنوبيه، طبعا ماذا عن الاستعداد؟ المدارس جاهزه والله ما هي جاهزه؟ نظرا كان الطاقم التربوي احترم الوقت اللي قال له، نظرا التسجيل علينا الحق على مستوى ولايه نواكشوط الجنوبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على النبي الكريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بالنسبه للتحضيرات الجاريه للسنه الدراسيه منذ 23 سبتمبر تم القيام باجتماعات تحضيريه للافتتاح على مستوى الاداره الجويه، ضمت مفتشي المقاطعات ومدير مؤسسات التعليم الثانوي. ومنذ ذاك الحين بدا كل يعمل بمضمون توجيهات السادة وزراء التهذيب. بالنسبة للتعليم الأساسي، نسبة التسجيل الآن في السنة الأولى ابتدائية وصلت 60% في جميع المدارس الابتدائية في الولاية اللي عددها 87 مدرسة ابتدائية. كم عدد المسجلين؟ عدد المسجلين 60% من العدد الإجمالي للمسجلين. عدد إجمالي المسجلين كان يجب أن يصل إلى 4556 تلميذ في السنة الأولى، فتسجل منهم 60%، لأن التعليم الأساسي دائما يتعود الآباء على تسجيل الأبناء في السنة الأولى. أما بالنسبة لبقية الفصول فهم ليسوا كالتعليم الثانوي، لأن التعليم الثانوي هناك بطاقة تعهد يوقعها الوكيل، وبالتالي هناك إلزامية لحضور الوكيل في التعليم الثانوي، وليست هناك إلزامية لحضور الوكيل في التعليم الأساسي. وبالتالي بشكل تلقائي يحضر التلاميذ في أول يوم. ونسبة تسجيل الآباء في التعليم الأساسي، التلاميذ بالنسبة للتعليم الأساسي الآن تصل إلى نسبة 5% فقط من النسبة الإجمالية للتلاميذ. عدد التلاميذ الموجودين في الولاية 41,000 تلميذ السنة الماضية، إذا يتوقع تسجلت منها حكما إلى نسبة 5% لأنهم لم يتعودوا على هذه المسائل المتعلقة بالتسجيل. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فتصل نسبة التسجيل اليوم إلى 35%. عدد التلاميذ الموجودين في التعليم الثانوي في 26 مؤسسة ثانوية الموجودة لدينا 26 مؤسسة ثانوية، 26 مؤسسة منها 8 ثانويات فيهم واحدة الامتياز. عدد المسجلين 35% من 26,000 من التلاميذ. هناك ضغط على التسجيل خصوصا في المؤسسات الموجودة في الرياض وفي الميناء. بالنسبة للمؤسسات المستوى عرفات مازال في الإقبال ما هو المستوى المطلوب. غير بعد اليوم باقي من إغلاق التسجيل. بالنسبة لليوم كان في لقاءنا مع الآباء التلاميذ اليوم على هامش اليوم ننظم الآباء لتنظيف مؤسسات التعليم الثانوي، وبالتالي تزموا الآباء عن أنهم إن شاء الله هو يزيدوا التسجيل. أعتقد بالنسبة للتعليم الثانوي أيضا كانوا الآباء والتلاميذ متعودين على أن التسجيل ينقفر يوم 30 نوفمبر، لكن وقت وزارة التهذيب ذاك البلاغ المتعلق أن التسجيل ينقفر يوم 6 أكتوبر بدأت الناس توعى. واعتقد ان فهم صعوبه كبيره. لماذا؟ لان الخريف هذا العام تاخر، وبالتالي اغلب الاباء ما كان موجود هون، وبالتالي ما كان مستوعب حتى رساله. يعني بعد اعتقد ان اليوم وبالامس حضور الاباء عند الاداره الجويه، حضورهم عند المؤسسات يدل ان فهم وعي ما خاسر شيء، وان شاء الله بالنسبه للاساتذه وبالنسبه للمدرسين نسبه حضورهم فاتوا سجلوا عند المدارس وفاتوا سجلوا عند مؤسسات التعليم الثانوي، وكل مؤسسه ثانويه فات عاد جداولها الزمنيه مطروحه، كل استاذ يقدر يستلم جدوله الزمني. مو بشقاء ولا ما جا؟ جات منهم فات نسبه 56% من الاساتذه فاتوا جاوا وسجلوا اسمائهم وموجودين عندنا بالاعداد وقبلوا جداولهم الزمنيه. فهم اساتذه ما فاتوا جاوا، وحسب مدير المؤسسات انهم اتصلوا بهم وانهم في طريق جاي. يا غير تعودنا في السنوات الماضيه على ان يعود حضور الطواقم يوم الافتتاح واصل 96%، يعني حضور التلاميذ واصل النسبه العكسيه 4%. راجعين ان شاء الله عند الافتتاح يعود متميز ويعود يقبل شكل اخر غير الشكل المتعودين اليه، ويعود مثلا حضور التلاميذ يناهز حضور الطاقم التربوي. طيب سيد المرابط المدير الجهوي على مستوى ولايه نواكشوط الشماليه، طبعا تقريبا نفس السؤال، شنو هو على مستوى ولايه نواكشوط الشماليه الحضور، عدد الطلاب اللي فاتوا سجلوا، المدرسين كانوا حضروا، المدارس كانت وضعيه الان قابله لعلنا تستقبل الطلاب؟ والله شكرا على اتاحه الفرصه لاناره مشاهدي
قناة الموريتانية على وضعية التعليم، خاصة بعد اللي يعني نحن منه في ولاية نواكشوط الشمالية، وله نقول بعلن جاهزية المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي والله على مستوى التعليم الثانوي جاهزية قصوى، معناها بأنها مدارس وضعية تستقبل الطلاب وارك في الوقت الحالي اللي نتكلموا فيه. ما محتاجين للنظافة، لأن السيد المدير قال لك أنهم على مستوى كانوا ينظفوا المدارس. مدارس الغاب اللي ينقال له القمامة غير موجودة فيها، وإذا اللي ينقال له الغبرة ما لا يتم الله فيها قاع كل نهار ما هباس. لا بعد لا يتم الله فيها اللي هي تنظيف يوميا لتعود، معناها بأنه الغبار يزال يوميا، بينما الغمامة يعني تتعود تنشال فوضاع مثلا والله زاد فوقات على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية. على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية أعتبر اليوم بأن المؤسسات التعليمية في وضعية جاهزة لاستقبال الطلبة سواء على مستوى التعليم الأساسي أو على مستوى التعليم الثانوي. هذا من ناحية، من ناحية جاهزيتها هي كبنية تحتية. معدات وصلتكم ولا ما وصلتكم؟ معدات وصلتنا. وزعتوها على المدارس؟ وزعناها على مديرين مؤسسات تعليمية وعلى مفتشيات المقاطعات. بالنسبة للتعليم الثانوي لا نقول بأن نسبة التسجيل وصلت اليوم إلى 30%، وهذا بالنسبة لي أعتبره منعرج في تاريخ موريتاني من اللي له سنوات عشرات السنين، لأن هذه النسبة ما كنا نوصلوا لها أبدا ما هو بعد الافتتاح بخمسة عشر يوم، يما قاعدنا نوصلوا لها قبل الافتتاح، وقبل الافتتاح بأسبوع. هذا أعتبره مؤشر جيد لانطلاقة سنة دراسية في توقيتها اللي يالله مثلا يعود. طيب التعليم الأساسي، بالنسبة للتعليم الأساسي لا نقول لا اللي قال زميلي قبلي، عادة ما الآباء وكذلك المديرين المدارس الأساسية متعودين بعد أنهم اللي سجلوا لا تلاميذ السنة الأولى، وعلى ذلك الأساس النسب اللي مثلا نتعاملوا احنا معاهم بها اليوم نسب كم حصل من مستوى التسجيل بالنسبة للكنا احنا نتوقع، اصلا احنا عندنا توقع في نهاية طيب كل سنة. في التعليم الاساسي كم سجل الان عندكم؟ ولاية نواكشوط الشمالية، ولاية نواكشوط الشمالية لا تعود فيها تسجلت نسبة 50% من اللي كنا احنا نتوقعه بعد انه يسجل. نبنو احنا نقولوا بعد ان السنة هاي السنة الدراسية ان لا ينفتحوا في المدرسة كلا ينفتحوا فيها فصل واحد ولا فصلين وكلها يعود فيه 50 ولا فيه 60 تلميذ. هذه نسبة التوقعات اللي كنا احنا اصلا نعدلوا بانينها على اساس ذي اللي كان عندنا اصلا في المدرسة الى عاد اللي وحسب مثلا الوافدين على حي اللي توجد فيه المدرسة الى اخره حسب معطيات 50%. طيب على مستوى هيئة التدريس، على مستوى هيئة التدريس لا نقول بانها لا حاضرة كاملة، ما نقدر نقول ابدا بان غايمنا هذا، ما نقدر نقولها 100%، ما نقدر نقولها هي اللي ما عندي ما يثبت عكس ذلك. غير توما فات توما بعد الله ما عندي شيء يثبت. شوف حنيني، هي هيئة التدريس يتم استدعائها يوم واحد وجودها الفعلي يوم تنقاس بيوم الافتتاح. يوم الافتتاح ينبغي أن يكون كل معلم أمام فصله في التعليم الأساسي، وينبغي أن يكون كل أستاذ عنده جدول زمني مثلا من الثامنة إلى العاشرة موجود داخل المؤسسة. النهار الأول من التعليم لا لا لا، الجداول يستلموهم قبل الافتتاح. هذا هو محل السؤال، لأن احنا انتم ما تعرفوا كانهم موجودين ولا موجودين. نعرفوها بعد نعرفوها بين اللي عندنا ما يميز يحدد ذلك عندنا الجداول الزمنية، استلام الجداول الزمنية وتوزيعت المعلمين على الأقسام، هذا يعبر عن النسب اللي يلا تتعود حاضرة. النسبة اللي عطاتكم شيء 100%. أقول 100%. ما شاء الله. طيب
طيب يا سيد، الآن نتابعوا مجموعة من آراء طبعا المواطنين في مدينة نواكشوط حول وضعية التعليم أو ما يعني ينتظره المواطنون من السنة الدراسية الجديدة. الآن الوزارة تشكو من بطء في إعادة تسجيل التلاميذ، هناك ازدحام كبير حيث أن لم يكن هناك من الوقت المتاح لتسجيل التلاميذ، لأنهم فتحوا التسجيل يوم 25 وسيغلق يوم 6، هذه فترة قصيرة والناس تعود من الداخل الآن. راجعين على الافتتاح، نعود إن شاء الله من الافتتاحات الفايتة، الفايتة من التعليم كامل ما هو نافع، ما هو نافع لا الحر ولا النظامي، ما في شيء نافع كامل. إصلاح اللي الله يعود شامل، هو إسلام يعود شامل للتعليم الأساسي والثانوي. والمشاكل المطروحة تشخيصها معروف وكبير وطويل وتراكم ياسر من الزمن، يعني احنا ما نقدر نشخصوا مشاكل التعليم في دقيقة واحدة، انتم معاطين معانا دقيقة واحدة، نشخصوا لكم رواية تراكمت من تاريخ نشأة الدولة الموريتانية لحد الآن، وليس هناك سبب واحد، هناك أسباب عديدة لفساد التعليم، هذه الأسباب تراكمت، أسباب تراكمت حتى أصبح التعليم ما هو عليه من الفساد اليوم. وقطعا لا يمكن إصلاحها بقرار فردي أو قرار مرتجل، لابد يعود قرار أولا مقصود، معناها مقصود بإرادة سياسية من رئيس الجمهورية. المناهج سليمة والمدارس موجودة والمسائل اللوجستية موجودة، يقر القضية في المعلم. أنا نختار الوزارة تفطم شينقال للمعلمين عن شينقال التجارة، ونختارها تتم كل عام تعدل شينقال وغربلة للمعلمين اللي منهم قاعد يواكب العصر يواكبوا، اللي ما هو ذاك يعود قرداي والله يعود في بليدة من الوزارة أخرى. به اللي التعليم مسألة أساسية والإنسان والطفل بريء، لا ذاك اللي استعملت عليه لا يشوف رأيه، ومنين يعود المعلم فكروا فيها اللي التجارة القراية ما يخالق التجارة والقراية ما تقدر تصح. هذا حق شائك وفيه في الحقيقة يحتاج القدر من الإصلاحات والقدر من تسييد الأرض الواقع. هذا اللي ينقال المنهج التربوي من هون وبعد سنوات عديدة مع الأسف كان متردي خدمات اللي ينقالوا المنهج التربوي في موريتانيا، وطالبين إصلاح اللي ينقالوا التعليم وإعادة النظر في الهيكلة التربوية للتعليم، ويلا مولي تطنع عناية للمعلمين وتطنع عناية للتربويين، بما أنهم على كل حال عنهم يقدموا خدمات مهمة للأجيال القادمة، اللي هو ذا اللي ينقالوا التعليم في موريتانيا، ذا اللي ينقالوا التعليم في موريتانيا يحتضر للأمانة. بالنسبة لمشكلة التعليم، هاي مشكلة أمة ومشكلة مجتمع ودولة، أي أمة وأي مجتمع يبقي ينهض نهضة حقيقية، ما هي نهضة مجاملات ولا هي نهضة على الأساس، هاي الصراعات لا بد لهم التعليم، تعليم أساس. بالنسبة لنا ذمنوا السلطات العليا موقفها من التعليم بالنسبة للرئيس، هاي الإرادة اللي عنده اللي لمسناها في مسار الانتخابي ولمسناها عقب الانتخابات، انتباهه للتعليم ومحاولة وقراره اللي يقبل فيه انتشال التعليم، هذا مهم لأنه تعليم في الحقيقة لابد منه. ومشاكل اللي يعاني منها التعليم مشاكل متعددة، مشاكل كبيرة، لأنه فيها مشاكل تتعلق بالدولة أساسا بالنسبة للإرادة السياسية والدولة، لابد انتبه للتعليم، لابد أطر التعليم بالنسبة للمعلمين والمدرسين والأساتذة لابد أنهم يداروا في غرف حسنة، هذا هو بلد الوجيع، هذه هي المشكلة الأساسية. ودار عند السيد الرئيس الله ان شاء الله يعود هذا التعليم يعطيهم اهميه كبيره قيمه كبيره ويعرف لهم شيء، ودار المولي عند المعلمين انهم احنا رانا طولنا طلبونهم يارتم هم اللي يعودوا يعدلوا تعليمهم حقيقي. قطعا كما تعرفون لا يمكن ان تبنى هذه الدوله بدون التعليم، وبالتالي هناك مشاكل كثر، هناك مشاكل من طرف الأساتذة طبعا والمعلمين، هناك مشاكل من في التلاميذ ومستوياتهم، وذاك يتعلق بالوسائل الاجتماعية اللي واحدين فيها كونيكسيون وذا شيء، هون اللي مسؤولية من الدولة باسكو بارفوا اون تروف دي كلاس بريتوريك، معناها بريتوريك ملانين من رواقيج، وبالتالي يعود الأستاذ ما هو في حالة أرياحية، ما هو مستراح نفسيا بكثرة الرواقيج اللي وطبعا هي ويلا ملي يعود في ماتيا فورماسيون كونتيني، مثلا فورماسيون كونتيني بالنسبه للمعلمين بالنسبه للاساتذه، هذا من اهم المشاكل اللي يعطي. طيب مرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا السيد المدير تابعنا ما ذكره الاخوه من معطيات، طبعا بعض من المواطنين لاحظ للمدارس التعليم الاساسي الان
بالرغم من فترة التسجيل فاتوا عليها نهارات، مازالت المدارس اللي عايشيها رجاج والله اثنين. شنو مستوى التعاطي مع ما يظهر من جدية هذا العام فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ أنتم مش عدلتوا ياك الناس تعرفوا على القضية جهاد قضية التسجيل، لأنهم يا الله يجوا وعلن يا الله ثم الأطقم التربوية تعود متواجدة، إيش عدلتوا في الإطار إياك الناس يشد عليها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإجراءات الخاصة بحضور التلاميذ وطبعا قبل ذلك حضور هيئة التأطير والتدريس، هناك جملة من الإجراءات التي تم القيام بها، منها أولا التنسيق مع الرابطة الوطنية لآباء التلاميذ من أجل القيام بحملات تحسيسية في صفوف وكلاء التلاميذ من أجل ضمان حضورهم للمدرسة في الوقت المطلوب. هل قامت هذه الحملة؟ طبعاً الاتحادية قامت بنشاطات في هذا المجال بالتعاون مع الوزارة، وكذلك طبعاً كما طبعاً نشاطات تجسدت فاش تتجسد في الإيعاز إلى الفروع التابعة للاتحادية على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى المدارس من أجل القيام بحملات في صفوف الوكلاء لحملهم على إحضار التلاميذ في الوقت المطلوب. كذلك تم إصدار البلاغات الموجودة على وسائل الإعلام والوسائط الموجودة، ومنها الشريط الذي تبثه قناة الموريتانية الذي يحدد تواريخ التسجيل وتواريخ الحضور. ولكن كما أشار الزملاء من قبل، على مستوى التعليم الأساسي التسجيل المطلوب قبل الافتتاح أصلاً يختص بالسنة الأولى، لأن التلاميذ في السنوات الأخرى هم مسجلون أصلاً، وبالتالي المطلوب هو أن يكونوا حاضرين يوم الافتتاح ويتلقون الدروس ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الافتتاح. والمؤشرات المتوفرة لدى الوزارة تدل على أن هناك تحسن كبير في هذا المجال، وهناك طرق أخرى للقياس. ربما يقول البعض أنه لو كانت هذه الحملات يعني قد تمت بالفعل على أرض الواقع لكانت النتيجة أكثر، لكن دائما نسمع بحملات ثم لا نرى يعني هذه الحملات هي غير مشاهده. لا اعلم عن اي نتيجه تتحدثون ما دامت المدرسه لم تفتتح. نحن نقيس حضور التلاميذ يوم الافتتاح، عندما نعاين الفصول ونطلع على مستوى حضور التلاميذ في الفصول وعلى مستوى المدارس وعدد الدروس التي تم تقديمها وعدد التلاميذ الذين استفادوا منها، يمكن عند ذلك ان نحكم هل هذه الحملات اتت كلها ام لا. لكن قبل أن تفتح المدرسة يمكن قياس حضور هيئة التدريس والتأطير. وبالمناسبة وكذلك نسبة التسجيل، لأنها توضح بالنسبة التسجيل بالنسبة للسنة الأولى. للسنة الأولى طبعا والمسؤولين تحددوا حتى الآن عن لأن الآن ما زالوا فيها نهارات شوي والنسبة ما زالت ضعيفة حسب اللي ذكر. على كل حال وصلت من 50 إلى 60 كما أشار الزملاء قبل قليل، وهذه نسبة جيدة لأننا ما زلنا في أسبوع قبل الافتتاح. والعرف الجاري أصلا أن التسجيل بالنسبة للسنة الأولى يبدأ 3 أيام قبل افتتاح المدرسة، وهذه المرة بدأ بفترة طويلة قبل الافتتاح، ومع ذلك كانت النسبة مقبولة، وبالتالي يجعلنا يمكن أن نطمئن إلى أن يوم الافتتاح سنصل إلى ما كان مؤملا. بالنسبة للطلاب اللي ما تمكنوا من التسجيل قبل موعد محدد، شنو مصيرهم؟ على كل حال هناك آجال محددة من قبل القطاع للتسجيل، ونحن لا نرجو أن تكون هناك حالات نضطر فيها إلى اتخاذ إجراءات أخرى. وعلى كل حال إجراءات شنو؟ قلت حتى يعود المشاهد على بصيرة وبينة من القضية. حد فاتوا التسجيل هناك إجراءات تترتب على هذه الإجراءات، شنو هي تعود واضحة؟ نحن حتى الآن نعمل على أن التلاميذ سيحضرون يوم الافتتاح، وما بعد ذلك دعوها حتى تنزل. دعوها حتى تنزل، لكن في الإعلان يتحمل الوكيل تبعات تضمن الإعلان. شنو التبعات شنو هي الناس تعرفها؟ الحرمان من التدريس. على كل حال التبعات منها أولا أن من فاتته دروس البداية لن يتمكن من الاشتحاق برا، والثغرات التي يحدثها تغيبه ستبقى معه إلى طيلة السنة الدراسية. والتبعات منها كذلك أن التعليمات واضحة في هذا الصدد، الذين يصلون يوم الافتتاح سيبدأون في تلقي دروس البرنامج بشكل
فعلي ومستمر دون الالتفات الى الذين يتخلفون عن الركب. هذا اولا مضره مباشره على التلميذ يتحمل الوكيل فيها المسؤوليه ولا يمكنه جبرها. وكذلك هناك بالتاكيد اجراءات قانونيه ينص عليها النظام الداخلي، والوكلاء سوف يطلعون عليها عندما يصلون الى المدرسه في وقت مناسب، ولا نرجو ان نتاخروا عن الموعد المطلوب. اعتقد انه من المناسب ان نطرح سؤالا، لماذا هذه الاجراءات وهذه الصرامه في التسجيل هذه السنه؟ لان التشخيص الذي قيم به على مستوى وزاره التهذيب في الفترات الماضيه بين ان ضعف مستوى التلاميذ سببه الاساسي عدم تلقي البرامج بشكله الكامل خلال السنه الدراسيه، وبعض الاسباب سببها تاخر التلاميذ وتاخر المدرسين الى اخره. وما الاجراءات المقام بها حاليا الا محاوله من الوزاره بان نبدا بدايه صحيحه كي ننتظر ان تكون لدينا نتائج صحيحه. نذكر بان اي تلميذ لم يتلقى 59 ساعه دراسه خلال السنه الدراسيه يبقى دائما دون المستوى العلمي المطلوب له على مستوى المؤسسه التربويه، وبالتالي اذا نقص ب 50 او ب 100 ساعه نتيجه تغيبه او تغيب المدرس، فهذا التراكم سيؤدي به حتما الى ضعف مستواه على مستوى التعليم الاساسي وعلى مستوى التعليم الاعدادي والثانوي. اذا للبدايه اسبابها، لكن عيننا على نتائج هذه البدايه، وبالتالي يجب ان يفهم الوكيل اننا لا نريد من خلال هذا القرار ان نحرم ابنه من الدراسه، على العكس نحن نريد ان يكون الجميع من منطلق واحد، وان لا ايضا نتعب المدرس بان يعود لدروس كان قد اكملها، وبالتالي هذا يتاثر به مستوى التلاميذ. طيب هذا على مستوى اباء التلاميذ، على مستوى هيئه التدريس ايضا شنو هي الاجراءات اللي قبطوا اياك؟ ما يتاخروا ولا تاخروا، شنو هي العواقب اللي هي اللي ينتظر؟ بالنسبه لهيئه التدريس هم متعودون على ان استدعاء هيئه التدريس يكون 15 يوما، وهيئه التاطير يكون 15 يوما قبل الافتتاح. وعلى مستوى التعليم الثانوي هم متعودون على ان يستلموا الجداول قبل انطلاق السنه الدراسيه كي يكون الاستاذ مؤهلا لان يبدا دروسه في الوقت المناسب وان يعرف المستويات التي سيدرسها. وبالتالي تاخره هو ايضا سيكون على حسابه، لان اي استاذ او اي مدرس تكون لديه تجزئه للبرامج على مستوى الدراسيه، وهذه التجزئه ان تاخر اسبوعا او اسبوعين سيكون ملزما بان يتداركها خلال السنه الدراسيه بصعوبه كبيره وبمستوى قد لا يكون التلاميذ قادرين على مسايرته فيه. ترى مستوى المتابعه، مستوى المتابعه هون لا يعود ايش كيفته للمدرسين اللي ما كملوا البرنامج واللي ما بدوا واللي ربما يطردوا طلاب. بالنسبه للتعليم الاساسي المفتشيات على مستوى المقاطعات فيها مفتشين تربويين عندهم مهمه الاشراف التربوي والمتابعه اليوميه للمدرسين، وبالتالي يشوفوا توزيع البرنامج على مستوى كل مدرس ويتابعوا دفتر الاعداد ويتابعوا مدى تنفيذ تقدم البرنامج. بالنسبه للتعليم الثانوي ايضا هناك ما نسميه اقطاب تم انشاؤها على مستوى وزاره التهذيب والتنميه لتحاول ان تغطي الثغرات الموجوده في المتابعه على مستوى التعليم الثانوي، وقد قامت ببعض الادوار، وننتظر ايضا ان تتفقد هذه المؤسسه ان تتفقد مستويات الاساتذه تحضيرها الى اخره. لا ننسى المفتشين من ترى كانوا يقوموا بعملهم بشكل فعلي؟ طبعا المفتشين يقوموا بعملهم بشكل فعلي، لكن قد الإشكالية المطروحة أن ما شاء الله التنظير موجود وغير للأسف المتابعة والتقييم هذا هو اللي غايب، وبالتالي التعليم مشكلته ذي الأساس. بالنسبة للتعليم الأساسي حسب علمي المفتشين عندهم برامج وخطة عمل أسبوعية، ويقد المدير الجوي يتابعهم خلالها، ويقد أيضا مفتش المتابعة المقاطعة يتابعهم من خلالها. لانك اي دفتر زياره تقوم به المدرسه، يعني تزور مدرسه تقدر تطلع مدى اذا كان مفتش خاليها، ولا كان المستشار التربوي خاليها، ولا كان الملحق الاداري اللي خاص بها كانوا خاليها، لانه لابد ان يقيد ملاحظاته في دفتر الزيارات. وعندهم برامج وعندهم دروس نموذجيه يقوموا بها، وحتى عندهم مناورات يقوموا بها. للاسف هناك كثير من الممارسات التربويه قد لا يكون متاح للاعلام
التعرف عليه. ما نقوله أن الكل يؤدي واجبه من منطلقه، ولا ننفي أن هناك تقصيرا في التقييم وتقصيرا في التفقد، لكن على العموم الكل يؤدي واجبه. وهناك خلل، وهناك خلل، وهذه الإشكالية مطروحة طبعا. نتحدث عن الخلل موجود في المتابعة وفي التقييم. تسمحوا لي في الإطار له نقول بأننا احنا هون جايين في إطار تحديد والله زاد محاولة لبداية إصلاح قطاع. علاه يارت نفرقوا بين المراحل. خلق إلى تنين نتكلموا عن الماضي لا نقولوا بعلن ذي اللي تشيروا له موجود، ولا تنين يهمنا بعلن بادئين مسار جديد وفاتحين صفحة، ولا نراكموا فيها شمن الإجراءات لا نتباركوا معاها لياك نرجعوا رواية مسارها الصحيح. ظاهر اللي بعلن ما فتنا قدرين قدو نحكموا عليها، لا نقولوا بعلن بناينا ياك على ياك اللي كان موجود لا نحاول ذلك ننهضوا وننطلقوا انطلاقة صحيحة نصحوها مبارك. غير ملي متأكدين احنا بعلن نتائجها انها قطعا ما هي لا تعود على السنة ولا على سنتين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا على خمسة. حددتوا مكامن الخلل، عرفتوا مكامن الخلل موجودة ومعروفة ومحددة ولا خافية على أي، حتى مثلا المواطن البسيط يعطي فيه إشارات من لاحظوا أركاتية مداخلات مجملها كلها تشخيص واقع غير كلها يقبض شيء الشمال يقبضها من زاويته ويشوف من ذاك اللي عنده. أنا ظاهر لي بعدنا حوارنا ورك يال تعود لا للمستقبل استشرافه ما ذاك اللي ذاك اللي ذاك اللي خاط لا يبنوا عليه ولا يعتبروه. الحوار الان لا يعود حول الواقع الموجود الان والاستعدادات الافتتاح الدراسي. ماذا تم طبعا ماذا شطره هذا هو المطلوب. شطره مسؤول عنه. انا ظاهر لي بعد اللي طرى النيه بعد قاع اولا وقبل كل شيء بعلن يخلق اصلاح القطاع التهذيب، واللي طرى بعلن موجودة إرادة قوية سياسية ظاهر لي بعلنها هذه مجسدة في 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 قرار رئيس الجمهورية. واللي طرى بعلن قطاع التهذيب بعلنه فصل وزارتين، واحدة وزارة للتعليم الأساسي وإصلاح اللي قالوا قطاع التهذيب بصفة عامة، ووزارة للتعليم الثانوي استحداثه والتعليم الثاني والتكوين المهني والفني. هذا واضح. هذه إجراءات عملية. هذا واحد. اثنين اللي طرأ بعدين اليوم ما لنا عشرات السنين يعني يسجل لنا تلميذي قبل يوم الافتتاح. هذا طرأ ما كان قطعا. اللي طرأ بعدين الطواقم التأطيرية حضرت بكاملها 15 يوم قبل الافتتاح. اللي طرى بعلن طواقم التدريس جاهزة لاستلام جداولها الزمنية لياك تقوم بالتدريس نهار الأول. اللي طرى بعلن الشركاء اليوم هذا أنا كنت في دار النعيم في انطلاق حملة وكانت فيها التلفزة وأنا أتكلم وجاتها التلفزة انطلاقة حملة تحسيسية على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية وراه يملي على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية والغربية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء فيها الشباب وفيها البلديات وفيها الجهة وفيها المنظمة العالمية للطفولة يونيسف وفيها وزارة التهذيب الوطني معناها ونسيت عضو أساسي ملي فيها اللي ينقال له رابطات آباء رابطات وكلاء تلاميذ وطلاب. الحملة تستهدف جذي اللي ينقال له الآباء أساسا في وحدة تحسسهم بعلن يالتهم يجيبوا أولادهم اللي منها ما فات جابوا اللي يسجلوا يالتهم يجيبوا. الثانية
العنصر الثاني اللي يستهدف بعض الميوك اللي منها قطوا مثلا مشاو عن المدرسة بسبب أو آخر، بعد أنهم مفتوحة لهم المؤسسة التعليمية من جديد يقدوا مثلا يرجعوا لها، معناها بعد أن فهم نهضة راجين. هاي النهضة اللي هي تعود بداية للمنطلق، وقطعا بعد أن ما نشوفوا نتائجها ما هو يوم الافتتاح. يوم الافتتاح دور احنا نلاحظوا كمجربين في المجال ده، هو دور نلاحظوا يوم درا كان طرشي والله كان ما طرشي يلعب طرشي له يبدا يبتنع لك الاساس ذاك هو واللي طرى ملي لا نقول لكم بل وزراء التهذيب والله وزراء التعليم الاساسي واصلاح قطاع التهذيب الوطني وزير التعليم الثانوي والتكوين الفني والمهني صدروا تعليماتهم على روايتين اساسيات، واحده بعلن اللي جاي لا يتلي يحاسب فيها رجاله على لا على النتائج، يحاسب الاستاذ على نتيجته، يحاسب مدير المؤسسه والمدرسه على نتيجته، المدرس بصفه عامه نتائجه هي اللي تعود معبره، وهذا قطعا بعلنه ولا يحاسب المدير الجوي عليها ويحاسب عليها المدير المركزي. كلها اي حلقه من الحلقات لا يتعود مثلا مبني تقييمها على اللي قالوا نتائجها اللي لا يتحقق مقارنة مع جدول اللي يصل محدد سلفا بعد انها مثلا لا توصل. طيب المدارس طيب المدارس على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية ذكرتوا لنا جاهزة لاستقبال الطلاب. حقوة ما في أي نقص في الطاولات ولا فيه نقص ما طاولات نقص ما هو نقص اللي ما نقدر نقول لك ما فيه نقص غير ما في مشي مخيل وعيب غير بعد ما نفهم فهم نقص وأنا الأول قلت لكم أستاذ بعد أن ينين وفوتوا نعودوا قابضين كمرشعية هو قطعا ما طلعوا طواب الجدد ما بالنسبه للعمري ولا ما طلع وش طلع ولا وشد اخباره تو هي كنا هنا انا لا يقول كان فهم نقص يلا ينقال فهم نقص يلا ينقال فهم نقص غير ذا النقص اللي هو ما هو النقص اللي مخل بالعمليه التعليميه يعني معناها بعد انه يقد يغلب عليه خلال السنه الدراسيه يعني يعود فهم الطفل ما هو قاعد على الطاوله هذا الحقيقه ما ظهرته ما يلطي يعود خارج يلطي ينقال يعني نقول لك روايه بعدين ما دمنا مثلا عندنا الطاولة اللي بذا الشكل اللي هو بل إن سيبقى دوما عندنا طفل يجلس على اسمه على البلاط بالشكل هي من نفسها ما غير مساعد على صيانتها في المؤسسة التعليمية، وبالتالي بما أن المؤسسات التعليمية غير مجهزة بمثلا وحدات تمكنها من الصيانة يوميا اللي هو الشيء مطروح بين يدين أطفال ومراهقين ما هم مثلا ينقصهم الحفاظ عليه بشكل يلا فهم ياسر من العمل مازال يلا ينقام به لياك مثلا يبقى دوما في كل لحظة زمنية عندنا طفل موريتاني جالس على مقعد ذاك طيب. مازال يطلب ياسر من العمل طيب. والجهود وذي المشاهد طيب سيد المدير ذكرت قبيل عن ذلك الناس اللي ما قد المراكز يستوعبوها ندرى هي ليش تفكيركم فيها شنو؟ هو النظام التعليمي أي نظام تعليمي مهما كانت نجاحه لا يتطلب لا يقتضي أن يكون الذين دخلوا هم أنفسهم سيوفقون 100% وينجحون بدون وجودي متسربي فأحرى نظام منظومتنا التربوية وما كانت تعيش من ملاحظة كما قال الأخ بالتشخيص الكثير من الصعوبات والكثير من العوائق ما نحن بصدده هو فقط تنظيم المسار التعليمي مسار التعليمي لا بد أن يحدد بعمر معين عمر المرحلة الابتدائية عمر المرحلة الإعدادية عمر المرحلة الثانوية عمر حتى المرحلة الجامعية تتحدثون وسائل الإعلام تحدث عن الذين حصلوا على بكالوريا وأعمارهم 25 سنة الآن لا يفتحوا لهم التسجيل بشكل عفوا في الجامعات لأن مجانية التعليم وإتاحته للمواطن تنتهي عند مرحلة معينة حتى نحن لا يمكننا أن نترك من عمره
23 سنه 24 25 يجلس بجانب 16 سنه 17 سنه لقيام باجرام ضريبه. طيب ما في مشكله، لكن ما 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 بالدوله والله المنظومه التربويه ووزاره التدريب الوطني التصحيح هو خلق فرص لهؤلاء، فقد لا يوفق هؤلاء معرفيا، ولكن يكون لكن بعضهم يتمتع بقابليات او مهارات يدويه. فكثيرا ما يقال مثلا في علم النفس ان من وهي الحكمة بشكل عام أن مسلبه الله مهارة معينة مثل المهارات معرفية وقابلات معرفية يعوضه عنها بمهارات أخرى، قد تكون مهارات يدوية، قد يكون مثلا لديه قدرات هائلة على أن يكون ناجحا في الميكانيكا وفي طيب بالوصول لهذه الناس اللي ما جبرت مقاعد. إذن هذه هذه هذا المسار بادئ من خلال هذه السنة، معناها انسيابية الولوج من التعليم العام إلى التكوين المهني هي فكرة جديدة خلال هذه السنة الدراسية. معناها ما عشناه هو بداية، استوعبنا في ولايات معينة وقمنا بحل هذا، والولايات التي تحوي على ضغط كبير من الناس المتنوعة، حتى أن الامتحانات التكوين المهني تشارك فيها التلاميذ الحاصلين على بكالوريا من أجل الحصول على مؤهلات مهنية تخولهم الولوج لسوق العمل مثلا. إذن الوزارة تفكر وبتفكير جاد، وخاصة إدارة التكوين المهني، في خلق فرص لهؤلاء عن طريق ما يعرف مثلا بالتكوينات المرحلية، مثلا التكوين مدة 3 أشهر، مدة 4 أشهر، مدة 5 أشهر، التنسيق مع بعض مثلا المحلات التجارية العمومية، كيف مثلا في مجال الفندقة قد لا توجد عندنا تدرس بشكل منتظم، ولكن قد تقوم الوزارة بعقد إجراء تعاقد مع فندق معين من أجل تأهيل مجموعة من الشباب، وكذلك مثلا بالنسبة للبستنوخ الكثير من التخصصات التي ليست متاحة بالقدر الكافي. إذن نحن ما نعيش في هذا المجال هو بداية فقط، هو بداية. طيب نرجو إن شاء الله أن نوفق في استيعاب الجميع، وفي أن يصل كل موريتاني إلى أن يكون مؤهلا، وأن تستوعب المنظومة التربوية بمختلفها سواء جانبها المعرفي أو جانبها المهني، مختلف من يلجها ويتخرج بالشكل إن شاء الله يؤهله لحياة كريمة. طيب، ولكن هذه بداية فقط. طيب سيد المدير، دركانكم رأيتوا المشاكل الآنية اللي دائما توقعوا فيها في السنوات الماضية، وبالتالي قبلتوا الإجراءات الضرورية ياك ما تكرر. مثلا سيد المدير ذكر أن فهم نقص على مستوى الطاولات في المدارس، مثلا تجهيزات هذه المدارس من دركان خلق شيء على المستوى له، والله يتوقع أنه يخلق في بداية الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هي متطلبات انطلاق السنة الدراسية تنقسم إلى وجود تلاميذ، وجود مدرسين، وجود قاعات، وجود تجهيزات تربوية. بالنسبة لوجود المدرسين، الوزارة اتخذت الإجراءات الضرورية لضمان وجود المدرسين على مستويين. أولا الإجراءات المتعلقة بحضور هيئات التدريس، هي طبعا تحدثنا عن الإجراءات المتعلقة بها، ومن بينها طبعا هناك نصوص قانونية معروفة يتعامل من خلالها مع موظفين الدولة ومع المدرسين بصورة خاصة، وهناك مرسوم صدر مؤخرا يتناول طريقة التعامل مع غياب المدرسين، وهذا التعميم هذا المرسوم تم توزيعه على الإدارات الجهوية، وسيتم التحسيس حوله عبر وسائل الإعلام وعبر طبعا اللقاءات التي تنظمها الإدارات لهذا الغرض، ويحدد الجداول الزمنية الواجب أدائها من قبل المدرسين، ويحدد كذلك الإجراءات العقابية المتعلقة بالإخلال بذلك. وكذلك هناك إجراءات تحفيزية، الإجراءات التحفيزية منها ما يتعلق بالشفافية، فمثلا الوزارة منذ اليوم الأول انتهجت سياسة تشاور مع شركائها من أجل وضع معايير شفافة ومتفق عليها مع الهيئات الشريكة للقطاع في مجال واتباعها في مجال التحويلات والترقيات وما إلى ذلك. وأبسط مثال على ذلك أنه تم هذا المساء نشر مذكرة لتعيين مفتش المقاطعات، تم فيها ترتيب المفتشين حسب المعايير، وتم تعيين هؤلاء ابتداء من بداية اللائحة حتى انتهى العدد المطلوب.
بدون تدخل من المعني، قد لا يكون على علم بأنه تم إسناد هذه المسؤولية له، وهذا طبعا قطيعة قوية مع الممارسات التي كانت سائدة في الفترة السابقة. كذلك منها تحفيزات ستمنح للمدرسين خصوصا الذين يخدمون في المناطق النائية أو ذات الظروف الصعبة، وكذلك الذين يمسكون الأقسام الأساسية مثل السنوات الأوائل مثلا التي هي منطلق الإصلاح. كذلك هناك إجراءات تم اتخاذها على مستوى تجهيز المدارس التي هي المكون الأساسي الحجرات الدراسية، بحيث هناك لجنة وزارية عملت على تشخيص وضعية المؤسسات المتضررة من موسم الخريف، وتم تحديد الأولويات بتنسيق مع السلطات الجهوية الإدارية والتربوية، وكذلك مصالح الوزارة المكلفة بالعمران الإسكان والعمران. وتم في هذا الحدد في هذا الصدد تحديد الأولويات، وفعلا تم الشروع في بناء في ترميم وإيجاد البدائل بالنسبة للمدارس التي تحتاج إلى إيجاد بدائل تمكن من انطلاق المدارس. خارطة شنو؟ خارطة المدارس شنو؟ على كل حال على مستوى الولايات التي مكشوطهم فيه في مكشوط فيه 21 مدرسة هي الآن قيد الإيجاز، ولكن نحن في الولايات والله نحن هاي بخصوص المكشوط، ولكن نتحدث عن الآن عن برنامج آخر خاص بالولايات المتضررة من موسم الأمطار. طيب هذه أي 21 اللي في ولاية مكشوط الثلاث، مكشوط الشمالية من درا حصتها من شنو؟ طبعا عندما سبعة خمس مدارس عندما خمس مدارس مضرة ما يقدر لا لا نحن مدارس كانت أصلا ما يزال عادة هي عادة بناء سوك من الفكرة نحن نتحدث تستبدل المدارس نحن نتحدث عن المدارس. طيب لا سمعتكم بغير قلتوا المدارس مش كل شيء بالتمام ما ذو تلاميذهم فات العرف الشيء يعدلهم أيوة طيب تفضلوا. على كل حال أنا راجي منكم السماح بإكمال الفكرة. تفضلوا والله. المدارس المكشوط هو برنامج سابق، نحن نتحدث عن الوضعية التي تغيرت بعد 30 يونيو بالنسبة لمدارس المكشوط، هي وضعية سابقة على 30 يونيو، ومن أجلها تم تشخيص قيمة به أثناء السنة الدراسية، ومن خلاله تم إطلاق المشروع. لكن بالنسبة للوضعية التي تغيرت بعد 30 يونيو هي التي تغيرت بسبب موسم الأمطار، وهذه اتخذت فيها الدولة الإجراءات الكفيلة بضمان توفير التدريس في هذه المدارس المتضررة في الوقت المناسب، إما بترميم ما يحتاج إلى ما يكفيه الترميم، وإما بإيجاد بدائل أخرى ريثما يتم التشييد بالنسبة لتلك التي لم تعد قابلة للترميم. طيب كملت الفكرة؟ لدي فكرة أخرى. أريد أن يعني نحن عندما وقت ما تلمنوا يا سلولين نشوف مقابلات من واذبوا بعدين نرجع لكم إن شاء الله. نعم عندما نتحدث عن سمحوا لي تابع المقابلات ونرجع لكم تفضل. طبعا في مقابلات من مدينة واذبوا حول وضعية التعليم في مدينة واذبوا، نتابعوا المقابلات وبعدين نرجع إن شاء الله تعالى. عندنا شو من مشاكل نختار ونطلعوا الجماعة كاملة عليه، عندنا اكتظاظ عاد في التلاميذ بين اللي السنة جانا قدر الحمد لله كم لا بأس به من التلاميذ الجايين جدد، والقاعات اللي عندنا ما هي مستعدة تستوعب ذاك الكم بصيفة وذيك، وطالبين الدولة وطالبين الجهة فين واذبوا والمنطقة الحرة على أنهم يجونا ويعاونونا، أن عندنا الحمد لله ساحة واسعة وكبيرة ويعاونونا، عندنا نقص في 14 قاعة، عندنا 18 قسم ولا عندنا في الأقسام الدراسة منهم مجهز ماها ربعة، وعندنا نقص في الطاولات هم اللي نختاروا الطاولات يعاونونا، وعندنا نقص في الأساتذة نختارهم اللي يجيبون الأساتذة بالرغم أن عندنا من الأساتذة ما أنا مزوزينه ونعرف أنه من خير تلقاهم يقال نختارهم اللي فيه الزيادة. المدرسة غالي يطولوا حيوتها والله، دائما يرصفنا فيها وندوروا حيوتها ويطولوا وندوروها توبينتر وتبدل كاملة يبدلوا بيبانها وكواواها
وجاونا هنا جاتنا هون البلديه وقالوا انا اتبارك معاها. وضعيتها ما شاء الله جيده، لفتنا صدرنا فيهم وجيناهم شفناهم مطعيتهم جيده. بين قال ان السنه اللي هي تقود شبه من السنوات الماضيه، انها اللي تقود السنه قالوا انها مختلفه عن السنوات الماضيه، وذاك هو دراجين ان شاء الله. لا من ناحيه المعلمين انهم ينضبطوا ويعودوا يطلعوا في الوقت وينقذوا في الوقت، والترميدي ما يخلي عليه شيء من ناحيه الدروس. انا شخصيا من الناس اللي نقولوا على ان ولايه المواليد من اكثر الولايات عمليه وجديه في اللي قالوا في قطاع التعليم. لاحظت ومواظبه مثلا من سجل التلاميذ وذيك الاجراءات، يبدو انه ما شاء الله ماشي بشكل على ما يرام، غير يخليك شيء يتعلق بالوزاره والاداره بشكل عام من قد توفير الاقسام وتهيئتها. وذاك اللي منها قال انا لاحظت على انه دائما وذي السنه يبدو انه مطروحه مشكلته، وتوفرها السلطات المعنيه بها تاخذ بعين الاعتبار، خاصه الامتياز اللي بدونها حسب اللي سمعنا على انها فم اقسام ما ليحتم عليهم السنه يتم ويدبلاسوا الشهر مؤسسه اخرى. توفرها ان شاء الله بعد التوفيق ذا كامل ان شاء الله. اساتذه عياو يتموا بدايه المدرسه وعياو ما يتموا. السنه الماضيه ما كانوا سامعين عندنا حتى، لا كان يجي استاذ سيانس وفرنسي عيت ما تجبروا، ولا العربي عيت تجبروا، يين تعود لي تجي الامتحانات عيقع هذا تعود عندنا ماده ما قريناها وعدلونا الامتحان عيال ما يطرحوها لنا. بدل ان توفر الكتب وما تم تخليهم ينباعوا في اماكن البيع باسعار واعره للتلاميذ، وراجل من تعود توفر تفتح اكشاك ومحلات تبيع الكتب والقلوم ومن تركب اسعار مخفضه، التلاميذ يعانوا من الاسعار. طيب مرحبا بكم من جديد. سيد المدير، سمعتوا الاشكالات المطروحه من مدينه المعيوب؟ لا ما فيش اللي نجاوبك انا على كل الاشكالات، ربما تتسحب على بقية الولايات الداخلية. بالتأكيد هناك الحديث عن وضعية المباني، لا شك أن وضعية المباني المدرسية عنها فيها ما يقال نتيجة لأسباب متراكمة، منها عدم العناية باحترام المعايير في المطلوبة في المدارس، منها غياب مرجعية موحدة لتشييد نمط المدارس، منها تعدد المتدخلين، ولكن هذه القضية تم القطيع معها من خلال تبني نموذج موحد للمدرسة. ولا شك أنه لو عرض نموذج من النماذج اللي تم اعتمادها سنلاحظ أنها مدرسة بالمواصفات العصرية وتتوفر فيها المتطلبات المطلوبة، وبالتالي هذه كل مدارس التي تبتنى لا تعود بكذا ستكون طبقا للنموذج المعتمد. وكما تعلمون هناك 3500 حجرة مبرمجة ضمن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذه ستكون خاضعة لهذه المعايير، وبالتالي تدريجيا تختفي تلك المناظر غير المرغوبة بالنسبة للبنايات المدرسية. هناك الحديث عن وضعية المدرسين، وضعية المعلمين، هذه على مستويين. أولا هناك الوضعية الخاصة بتحفيز المدرسين وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، هذه الوزارة تعتزم القيام بجملة من الإجراءات، الهدف منها هو إعادة تثمين مهنة التدريس واستعادة الصورة الذهبية للمدرس، وبالتالي حتى تكون المهنة مصدر فخر. من خلال ماذا؟ من خلال جملة من الإجراءات المتعلقة بالقيمة المعنوية للمدرس والقيمة المعنوية، استعادة شرف المهنة، وكذلك من ناحية المادية أيضا ستكون هناك تحفيزات في هذا المجال. كذلك ستكون هناك إجراءات تهدف إلى استعادة الضمير المهني، وبالمناسبة المدرس هو جزء من المجتمع ولا يتحمل المسؤولية وحده. فمثلا هناك بعض المتدخلين الذين يتحدثوا عن الحيلولة بين المعلمين وبعض الممارسات، هذه الممارسات هم رغم أنها غير مقبولة لكنهم لجأوا إليها في ظروف معينة وفي رؤية من المجتمع لا تستهجن هذه الممارسات، وبالتالي تعتبر أن الحصول على الدخل هو الأهم. ونحن نسعى إلى تغيير هذه العقلية من أجل أن تكون القيمة
للقيمة الخلقية للمدرس ومن أجل أن تستعيد المدرسة الدورة المنوط بها بوصفها هي المصدر لبناء. إذا لم يجد المدرس يعني إذا لم يكن المدرس غنيا عن هذه التصرفات فلن تكون هنالك قيمة لما يقوم به نهائيا. إذا هل أخذت الوزارة هذا؟ سيكون غنيا عنها، سيكون غنيا عنها باعتبار عاملين اثنين، أولا تربية الضمير المهني والخلقي وكذلك التحفيزات المادية. طيب طيب فم 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 قضية النقص اللي ذكر الأستاذ أن الوزارة ما فات وفرت حتى هيك التجهيزات الضرورية اللي الله تتبدأ خلال قبل الافتتاح على مستوى نوادي بوشنهي التجهيزات الضرورية دعتكم. التجهيزات الضرورية تم توفيرها، التجهيزات الضرورية هي الأدوات التي لا بد للتدريس منها، هي المدرس، التجهيزات الضرورية التربوية موجودة، المدرسون موجودون، ولسد النقص الحاصل هناك إجراءات اتخذتها وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب وكذلك طبعا وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والفني تتعلق بسد النقص من خلال اكتتاب جملة من المتعاقدين بطرق شفافة وواضحة بعيدة عن الزبونية وبعيدة عن العلاقات الأخرى تعتمد على انتقاء المتعاقدين عن طريق اختبارات انتقائية يتم من خلالها تحديد المؤهلين من بين هؤلاء من أجل أن يتم التعاقد معهم، وأيضا منحوا تحفيز جديد لم يستفيدوا منه من قبل، وهو أن الذين سيخدمونهم منهم في المناطق التي تستفيد من علاوة البعد سيستفيدون منها. طيب طيب سيد المدير، على مستوى ولاية نواكشوط طبعا الجنوبية، يعني من ترى شن هي الإجراءات اللي العملية اللي قبضتوا إياك الانطلاقة الفعلية اللي يتمناه هذا المواطنين اللي تابعناهم قبل قليل؟ أنا أعتقد نرجع لكم شوي دورا لأنه تحضير السنة الدراسية لا ترجعوا حتى للوقت يبدأ من قبل السنة الدراسية، وأعتقد أن الاجتماعات المتكررة تم القيام بها مع المصالح، والاجتماع اللي تم بداية سبتمبر مع السادة الوزراء نطات فيه التعليمات اللازمة، وبدأ المدرسين جايين يشتغلوا مع المصالح الفنية لتحديد الحاجة من المدرسين والحاجة. على مستوى الإجراءات العملية، احنا على مستوى الإدارة الجوية حددنا مع كل مفتش مقاطعة شنو هي البنية التربوية لكل مدرسة، وش لازمها من معلمين عربية، وش لازمها من معلمين فرنسية. حد الساعة نقدروا نأكدوا على مستوى المناوشة الجنوبية أن ما فهم نقص على مستوى المدرسين من مستوى التعليم الأساسي، أنا فهم التغطية في اللغة الفرنسية واللغة العربية، شيء اللي ما كنا نقدر نقولوه قبل، لأنه كان دائماً عندنا مشاكل على مستوى مقاطعة الميناء والرياض معلمين العربية، وكان عندنا دائماً نقص نوعي على مستوى مقاطعة عرفات في مدرسي اللغة الفرنسية، نقدر نقوله في الوقت اللي نتكلموا فيه، أنا فهم التغطية لأنه خلق إعادة توزيع المدرسين النتيجة التي تحديد الحاجة مع مفتش المقاطعات، وكل مدرسة نعرف بنيتها التربوية وكم لازمها نعطالها. بالنسبة أيضا لمؤسسات التعليم الثانوي، الاجتماع العدل مع مؤسسات التعليم الثانوي حدث معهم البنية التربوية على أساس أعداد التلاميذ، وفي مؤسسات كيف تحدثوا عنهم الإخوة ذا اللي مستوعبين من التلاميذ أكثر هو من القاعات الموجودة عندهم، ولا يعود ملزمين أنهم يعودوا يطلعوا النهار وعقابوا معناها يعدلوش قالوا نظام التبادل عندهم الفاكاسيون يا غير ما بالنسبة للتغطية الأساسية موجودة، ولا عاد لا يخلق فيهم نقص مازال قد يعود لا على مستوى المدرسين اللغات اللي هي اللغة الفرنسية أساسا على مستوى الولايه اللي احنا فيها، ولا عود نقص ملي لا عود قليل، لان الحاجات تحدد سلفا في بدايه السنه الدراسيه، وبالتالي احنا نحدد الحاجه مع كل مدير مؤسسه نعدل مع حسابات عن اعداد الساعات وعدد المدرسين اللي لازمهم، وبالتالي هذا فتنعدلناه مع كل مدير مؤسسه. وامام مستوى تشاوركم مع 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 اباء التلاميذ جيد اباء التلاميذ عندكم بهم التساؤل. انا عندي ملاحظه، كنت نبغيكم قبيل تعودوا العناصر قدمته في هذا تود زرت الإدارات الجهوية تشوفوا شنو هو مدى إقبال الآباء على الإدارات الجهوية وحل المشاكل، وهذا يعطي إيحاء عن الآباء أنهم جبروا فما إرادة، فما تجاوب كبير للآباء وفما استعداد كبير من طرف الآباء ومن طرف أيضا الشركات. آلية التواصل من درا كان فما آلية للتواصل بينكم أنتم موجودين معنا، ما هو لا حد يحل مشكلة ولا يطرح مشكلة، كل حد يجي الباب مفتوح يطرح مشكلته
يتسوى هو من هو. ما فهم آلية أنكم تتواصل معهم. فلتظلمهم هم بتظلمهم. إحنا موجودين. يعني المستوى الجهوي المستوى المقاطعة المستوى المدرسة. نعم المستوى الجهوي عندنا رئيس مكتب بيئة التلاميذ مستوى الجهوي وبطبيعة المستوى المقاطعة فيه رئيس مكتب جهوي المستوى المقاطعة وكل مدرسة وكل ثانوية عندها هذا. يا غير على العموم ما هم محتاجين على أخوة البنية هم بشكل تلقائي أي ما عنده مشكلة مباشرة المدير الجهوي يدخل لي يطرح لي المشكلة. يعني ودي قد يحلها دور يحلها ودي ما قد يحلها دور يعطيه التوجيه المناسب له. لأن على سبيل المثال أكثر المشاكل ذاك المطروحة حاليا على مستوى التعليم الثانوي تتعلق بالإنقاذ التلاميذ المتجاوزين من سنة رابعة لين سنة خامسة. وهذه التجاوز من سنة رابعة لين سنة خامسة الناس ما يفهم ما قضيته لفترة طويلة من الزمن. هذا التلميذ إذا كان ينجح من سنة رابعة لين سنة خامسة لابد له أن يعود عنده معدل سبعة في البريفة ويعود عنده معدل الثانوي. طيب شغلي لا بقى للأسف يقبلوا تركتهم ويقرروهم عندنا احنا في المدارس ويرشحوهم مدارس أخرى في البريفة وبالتالي يعود التلميذي على مستوى الوزارة في الأوردناتير عندنا احنا لمستوى ولاية الأوسط الجنوبي يرى عبد البريف الشرن وذيب وبالتالي تعود المشكلة معناه بين انه لا بد ان يقبلوا رقم بريف ولا مع معدله اياك يجبر حله يعني بعد على العموم فهم السيابية في حل المشاكل بين احنا والوزارة طيب. ولا في المشاكل البانديكية طيب ما يتعلق بالتجاوب مع الآباء اياك يعود فهم تعاون وتكامل بين 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 المدرسة وال وأباء التلاميذ شي يتم دائما في الإطار له نظرة كان فهم تفكير أهمية الموضوع اليوم شكل مختصر لأن الوقت انتهى أهمية وقع كبير إلى عاد الآخر عاد ما هو ذاك التعميم ذاك هو دوره بعد قريب منه صدروه وزراء الاثنين وموقعينه بأن ذلك ينقال الولات والمديرين الجهويين يعودوا بعلاقة مباشرة مع روابط آباء التلاميذ في كل كبيرة وصغيرة من أجل إحياء الروح التشاركية من بيناتهم وظهر لي بأن هذا مثلاً يقد يعود له يبدأ والله زاد مثلاً يعطي دفع أكثر من ما كان موجود الآلية إذا رجعت لها لا تشعل ذا اللي طلبوهما صح به اللي المدرسة فيها مكتب والمقاطعة فيها مكتب يرتبط مع مفتش المقاطعة والولاية فيها مكتب يرتبط مع الإدارة الجهوية وبالتالي معناها بعلن إحياء الروح اللي هي التواصل بين مختلف هذه الهيئات اللي هو قد يعود لا ينفع في ذلك ينقال له وخاصة مستخدم بعض ذلك في المرحلة اللي احنا فيها للتحسيس بعملية مثلا التسجيل توظيف المدارس توظيف المدارس طيب تداركنا الوقت كان بودينا لطال الحديث في هذا الموضوع لكن تداركنا الوقت أعزائي المشاهدين تحدثنا في هذه الحلقة عن واقع التعليم الأساسي إذا كان في حدود 15 ثانية والله نعم هو أقل ربما أوجه طبعا نداء لآباء التلاميذ من أجل الحرص على إحضار التلاميذ يوم الافتتاح وطبعا كذلك لهيئة التدريس وإن كنت واثقا أنها ستلبي التوجيهات التي صدرت فيما سبق وكذلك أشكر رابطات آباء التلاميذ على الدورة التي قامت به في هذا المجال وخصوصا حملة التنظيم في وسط المدرسة التي بدأت صباح اليوم. طيب أختم لعلنا نعود مرة أخرى للحديث عن 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 وتحليل المعطيات اللي لا تتوصلوا لها إن شاء الله بعد الافتتاح. طيب في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم جميعا ضيوفنا الأكارم السيد محمد السيدي والصلاعي وهو مدير التعليم الأساسي شكرا لكم على سعة الصدر أشكر كذلك السيد المرابط والمحمود وهو المدير الجهوي لولاية الأقصر الشمالية شكرا لكم أشكر كذلك السيدة صفية من بومبا وهي مديرة شخصنة المسارات شكرا لك سيد المديرة كما أشكر كذلك أخيرا وليس آخر سيد محمد سالك والطالب وهو المدير الجهوي لولاية نواكشوط الجنوبية شكرا لكم كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل في الإشراف شريف أحمد الصوت إبراهيم الصبار التصوير الحسن والسولة فاضل محمد سالم محمد العتيق التنسيق بالمتابعة أحمد الكوري